بقى نشوف طاقم التحكيم، يعني طاقم تحكيم هيكون اجنبي، واتحاد الكره اعلن عن اسناد المباراه لطاقم تحكيم اسباني بقياده خافيير روخس ويعاونه الفريدو مورينو مساعد اول، وخورخي ماتيو مساعد ثاني، وفيكتوريا غارسيا حكم رابع، ويقود تقنيه الحكم الفيديو المساعد ديميرا، ويعاونه ماتيو بوسكيتس. ده طاقم التحكيم اللي اعلن عنه اتحاد الكوره عن مواجهه الاهلي وبيراميدز. يعني ده طاقم تحكيم محترم، نتمنى ان هو يكون على مستوى المباراه، ونتمنى ان هو يكون موفق في مباراه حساسه جدا، مباراه يعني يعتبر مباراه الدوري، مباراه بثلاث نقاط ومشوار الدوري طويل، ولسه مشوار الدوري لسه بدري بالنسبه لنا، عندنا ماتشات مؤجله، لكنها مباراه مهمه، مباراه المركز الاول والثاني، فبالتالي احنا كل مباراه عندنا بثلاث نقط، كل مباراه هنلعبها بنفس الروح، كل مباراه هنلعبها باهميه ان احنا ما ينفعش نفقد نقاط، هنخش المباراه عشان نكسب بس. فريق بيراميدز زي ما قلت لحضراتكم فريق محترم جدا جدا، يعني مع سكواد عالي ومع مدرب محترم، ولكن دايما احنا بنخش عينينا على الثلاث نقط، ده اي فرقه عايزه تاخد دوري، اي فرقه بطوله، اي فرقه عندها طموح فوز، هدفها الاول والاساسي هو كل مباراه تحصد فيها الثلاث نقاط.